حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، شكرا على قبول الدعوة والتواصل معنا في نشرة أخبار الثامنة. لا شك أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يحملكم الكثير من المسؤوليات، كونه خطابا شاملا جامعا وطنيا يضع الأسس الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين. ما هي أهم الموضوعات التي لعلكم ستركزون عليها خلال دور الانعقاد الحالي؟ أمسي عليك أخي العزيز وعلى الأخوة والأخوات المشاهدين في مملكة البحرين العزيز على قلوبنا جميعا. ونهنى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلد المفدى حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الثالث من فصل التشريع الخامس مجلس الشورى والنواب، كذلك نهنى القيادة الحكيمة والشعب البحرين والسلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الافتتاح. افتتح جلالته الدور بكلمة سامية تأتي وسط تحديات كبيرة تشهدها المنطقة والعالم اليوم بأسره، وليست البحرين فقط. الكلمة السامية اللي جاءت الملك حفظ الله تمثل خارطة الطريق تحقق الأولويات في ظل الظروف التي نراها هذا اليوم وفي هذه الفترة والتي فرضها علينا الوباء، وباء كورونا ولا يخفى على حد ذلك. وطبعا كلمة كانت تمثل استشراق رؤى جديدة للمستقبل من جلالته، رؤى ربما تستشرف ماذا يجب أن يكون بعد هذه الجائحة وبعد هذا الوباء. وأكد جلالته طبعا بكل وضوح على التسلح بسلاح العلم والتكنولوجيا وعلوم الفضاء والذرة والتحول الرقمي وتمكين الشباب لإنشاء وامتلاك الأعمال الشركات بإشراف طبعا من نجله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالته الأعمال الإنسانية والشباب. وقد صدر بالفعل ليلة أمس مرسوم بإنشاء صندوق الأمل لدعم مشاريع الشباب الذي سيكون بإذن الله أملا لكل الشباب، وسيكون أيضا ناصية خير من نواصي الخير العديدة التي تفضل فيها جلالة الملك بتوجيهات شخصية منه، وطبعا بتنفيذ من المؤسسة الملكية الخيرية ومتابعة من ممثل جلالته للأعمال الخيرية ولشؤون الشباب. شدد جلالة الملك الخطاب السامي على ضرورة تطوير برامج وخطة الأمن الصحي، وهذا لا شك أنه كان استشراف لممر بالعالم في الفترة القليلة المنصرمة من جائحة كورونا. وطبعا هذه مدعاة أن تكون هناك أيضا أشياء مشابهة سواء كانت جرثومية أو وبائية أو فيروسية. فتوجيه جلالة الملك في خطابه السامي بإنشاء مستشفى ومركز متخصص في مجال الأمراض المعدية له توجيه يستشرف المستقبل بكل وضوح ويحمي بإذن الله المنطقة من الأوباء والفيروسية والجرثومية وآخره. ولم ينسى جلالته كعادته الإشادة برجال البواسل، رجال قوات الدفاع البحرين ورجال الداخلية الذين حافظوا على أمن البحرين وحافظوا على سياج الوطن وأمنه ووحدته واستقراره، وتحية لهم خاصة من جهة الملك في هذه الكلمة السامية وهم يستحقونها. وأوضح الملك جلالته بكل وضوح أن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية وصولا لحل الدولتين، وهذه موقف البحرين المعلن الصريح تجاه القضية الفلسطينية الذي لن ننسحبها أبدا، وحتى بسلام الشجعان الذي تفضل جلالة الملك فهو سلام الشجعان مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. لا شك أننا في مجلس النواب، رجوع إلى نهاية سؤالك أستاذي الكريم، سنعمل مع الحكومة من أجل تحقيق رؤية جلالة الملك على أرض الواقع من خلال سن التشريعات التي تطور من العمل التشريعي ومن القوانين في مملكة البحرين التي تتماشى مع المرحلة المقبلة، كونها المرحلة المقبلة مرحلة فريدة ربما تمر على العالم وعلى البحرين لأول مرة، مرحلة ما بعد الجائحة، مرحلة التعافي الاقتصادي، مرحلة النظر في استشراف علوم التكنولوجيا التي ستحمينا بإذن الله تعالى وحده ومن ثم بفضل القيادة الرشيدة من هذه الأوباء مستقبلا. فكل هذا إن شاء الله سننظر له في الدور الانعقاد القادم، وسنتعاون في الحكومة كما تعاوننا في الماضي، وفي الماضي الغريب جدا بان جائحة كورونا كان تعاون المجلس النيابي أو السلطتين التشريعية والتنفيذية خير مثال على التعاون الكبير بين أي سلطتين في بلدين، وخير مثال مقامت بالبحرين الحكومة وبتوجيهات من جهة الملك قامت بخطوات لم تقم بها حتى دولا
كبرى في المنطقة ولله الحمد لمؤشرات، ربما آخرها كان أعتقد قبل يومين مؤشر يدل على تعامل البحرين بجاحة من أفضل دول عامل العالم بالتعامل مع الجاحة. هذا كله طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل القيادة الحكيمة اللي جاءت الملك حفظه ورعاه. نعم سعادة النائب، كما ذكرت يعني ملفات كبيرة يعني نعم. الأمل فيها يعني معقود عليكم أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن. سعادة النائب محمد السيسي البعينين عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا.